اول قطعة التمثال. بسم الله بسم الله. هذه المنطقة الغثيثة توكع على الله، منطقة الغثيثة حقت. وات ذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو عساكم طيبين؟ ونكمل معكم تختيم لعبة ريزنت ايفل 4 ريميك مود برزيركر. الجديد في القناة يشترك وزبطنا بلايك والقش اللي تحت يعني ضغطه كله. الحلقة اللي طافت ايش سوينا؟ وقفنا هنا لما دخلنا شو اسمه القصر، وصلنا الى ارجال القصر. الان حنا في بطن القلعة. طبعا اقرا تعليقاتكم دائما. من النصائح اللي جتني اني اخذ بلاك تيل افضل من البنشر، بس عيبه الوحيد البلاك تيل اني ما اقدر اركب عليه الليزر، بس ماني متاكد. فعشان كذا لما تجيني فلوس حلو قدام، اذا جبت فلوس باخذ بلاك تيل، بسيف باخذ بلاك تيل اجرب. اذا قدرت ادمج عليه الليزر اوكي خلاص كذا امور طيبه، باخذ بلاك تيل لان دمجه اتوقع انه اكثر من البنشر. اما بالنسبه للسنايبر، السنايبر الصراحه القديمه ذيك مفضلها. في واحد يقول خذ السنايبر اللي هي القديمه حقت القلعه، اول سنايبر هذيك مخيسه ما تقتل. هذه المطور ذي كويس، هذه تعزك صدق. طيب الان خلونا نشوف الجواهر. اسمعوا الاغنيه، لمسات حلوه انه يرجع لك الاغنيه القديمه. ايوه هذه حقت الفيران. وبعد صح قلتوا لي ايش؟ قلتوا لي المنظور انه مخيس كذا. في واحد ما عجب المنظور، ليش ما عجبك المنظور؟ ابشر اضبط لك المنظور الحين. اوكي المفروض الان المنظور انه يعجبك، ترى انا قربت شويه الشاشه. قربتها شويه. مع اني افضل والله منظور قديم، لانك تاخذ مساحه اكبر. تشوف الاعداء عرفت، تجيك احد زابن يمين ولا يسار ولا يغدرك تقفطه. لما تكون الشاشه قريبه ما تقدر تقفط الخصم. طيب كان في ميداليه هنا، وين راحت؟ الثريا ذي، ايوه هذه الثريا ذي فيها نور واجد حلو. اوكي 20 طلقه بعد رشاشه. يا سلام. طيب خلونا اول شيء شو نسوي؟ نخش المنطقه ذي حقت النايت، نشوف وش مخبي. وش مخبي هنا؟ ايوه المفتاح هنا، بس مفتاح حيدرج ذا. اوكي هذا شكله حق اللي ورا، اللي عند العملاق، عند المدفع اللي نرفعه فوق، مو كان في هناك قفل؟ فاتوقع انه هناك. ايوه وش محضر هنا؟ وش محضر؟ شوف في شيء ممكن حاطه هنا عند الميدالية. الله ما في شيء. طيب نقول بسم الله. اوه انا هيلي 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 زفت. اصبر اصبر هيلي التبن. خلنا نستخدم نبتة. صحيح نبتة واحدة بعد. تصدقوا انه ضايف زيادة؟ شوفوا هذا الوانهم مغيره. شوف 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 ذا النايت كيف شكله، كنا جاي من ديمن سولز. هذا شكلهم بيتحركوا، مو شكلهم اكيد انهم بيتحركوا شيء اكيد. خلنا نشيل الراس. بسم الله بسم الله. ايش اللي بيطلع؟ ايوه شوفوا تحرك بالضبط. طيب الله الله ايش الحركه ذي يا كلب، خطير الولد. اول ما طلع اول ما طلع حاول يعطيني الاشطه يا ورق. خذ لك الاي فريم. يا سلام. طيب ما تستاهلوا قنبله حاليا. اخبز يا ابني. ايوه اضرب. بخلي بخلي فلاش، ما ابغى استخدمها. ايوه الفلاش يا بخليها اخر شيء، لان اتوقع انهم بيتحركوا كثير. بيطلعوا كمية. عجل عجل خلاص دوري. لا لا مو بالحين مو بالحين مو بالحين يا الخبلة، مو بالحين مو بالحين. خليها 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 خليها. ايوه ميت حب، بس خليها عندك. اوه اوه وش ذا؟ اوكي يا ساتر هذا وش جابه هنا؟ ايوه قولي لهم ياخر عني. لا 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 بيري 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 يا كلب. اوف وال كان يبغى يا ساتر. باقي شيء ترمي ارمي من فوق. اي باقي حبه باقي حبه خليها ترميها. تصدقوا باقي بيطلعوا شنو غير ذي؟ لا
ايش قاعد تسوي الخبلة فوق؟ ارمي اللي عندك. يا سلام ارميها صح؟ ارمي فلاشة وقت الفلاشة ولا خليها؟ خلي برميها يا رب. ارميها ارميها ارميها. ايوه انت خليك خليك خليك. مات مات كلش تفكر. اثنين يا ظالم يا ظالم. انا ما ياو ها وش قاعد اقول؟ وال 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 يا ساتر 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 يا طاح 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 واحد. الله 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 الله. قم 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 حرك افسح 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 افسح. انا ليتني ما رميتها والله ليتني ما رميت القنبلة ليتني ما رميت القنبلة. انا احتاج القنبلة. طيب اقدر اسوي صح؟ الا اقدر 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 عندي موارد اقدر اسوي فلاش اقدر اقدر اسوي حبة ثانية بس باقي هنا واحد وسخ. طيح طيح طيح. الله سترك. اخبز اخبز اخبز. ايوه انا ابى اطيح هذاك. شوف هذاك الوسخ هذاك اللعين. انا بطيح. يا الله سترك. يقطعني تقطع يا عيال. اصبر شوي يا عيال. ما عاد بستخدمك خلاص. ما عاد خلاص. الحين دوري. ارفع راسك ارفع راسك وصلت. ارفع راسك جو 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 جو. يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك منه. طيب انا خليك هنا. ايوه آه ساتر. والله ما توقعت انهم موجودين. ايوه ايوه اصبر اصبر اصبر. هدوا 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 يا عيال هدوا يا عيال هدوها هدوها. ايوه خليك خليك كذا. ايوه الايم ليش ما يصغر؟ طيب يا اخي عطني مقفاك عطني مقفاك عطني مقفاك. شو ايوه هذا هذا اخ الصغير الصغير الصغير. انا اخاف اني اضيع الطلقه يفترسوني وربي ما عندهم الا افتراس. ايوه هذا 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 اطلع. ما طلعت. ايوه ايوه استر عليه استر عليه. قاعد يفحط راح وجاء. خليك كذا اطي. اه ايوه ايوه خليك 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 بعد خليك خليك. لا تقتلني لا تقتلني. قتلتها قتلتها قتلت واحد. ابشركم قتلت واحد. باقي الخسيس ده باقي الخسيس الخسيس. عطه. اوه خلص طرق خلص طرق خلص 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 خلص. خذ لك النبتة ذي. عاد عاد ايوه اثبت بس اثبت. اي ايه فجرها الوسخة. ايه انا بخير انا بخير. اوه ما اعرف شو اسمه تشارم هذا ايش بالضبط؟ جندري ستريكر وش هي؟ خلنا بنشوفها بال في الالة الحفل. بس ما توقعت انه حاط لي اثنين ابو مخالب. اثنين ابو مخالب والله اني جبتها من المحاولة الاولى فهذا يعتبر انجاز. اوكي تعطيك كذا عشان تدخل الفريم حقتك. طيح 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 تعال هنا فجر البلاقة حقتك. اي اوكي ايوه هذا المكعب. يا سلام. بيتحرك صح؟ تحرك اكيد. والله انا اشك في انك ما راح تتحرك. انا قلت لكم واضح 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 من الوقفه حقته انه بيتحرك. اوكي قلت انه بيهجم علي والله. مر سوري
طيب اخوك، لا اخوك هذا محترم مؤدب صح؟ اي مؤدب. جينا في المنطقة الوسخة دي. بس قبل المنطقة في المكتبة، خلينا ندخل نشوف المكتبة. ايوه هنا خفايف، ناخذ الفار ذا ونحل اللغز. ايوه القطعة مكانها، شو القطعة مكانها ومغيرها، مو بزي المود هذاك راميها لك في اخر الدنيا. باقي الاخير داخل عند لوريالس بلاغس. لوريالس بلاغس المفروض انه هنا. طرينغ صحيح؟ ايوه يا سلام. هذا اول راس، اول قطعه التمثال. بسم الله. ها فك 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 يا بنت. متى ذولا موجودين هنا؟ اوف جاب ذولا هنا. لا 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 فك فك. هذا اللي يكونوا مع يا كلب يا بلاغاس يا حيوان. الله فضخ رؤسهم. الان وش تسوي الان؟ شنو صح؟ شوفوا انتوا تشوفوا انا قاعد اشوفه. باي ينفضخ راسه. يا الله باي تفضخ روس كثيره قاعد تفضخ هنا وفقعت راسي. هذيلا تعرفوا من؟ هذيلا حقين ذراع سادلر. ما هم ذراع سادلر، لا اللي يكونوا معه الثنتين الخدامات ولا ما ادري ايش وضعهم. ما قد واجهناهم في اللعبه، طول اللعبه واجهناهم. جابهم لنا. تفضخ روس. تعالي شيك لي على الركضة. عطني لايف فريم. لا تنقص. مسكتها يا بنات. والله انا ودي اعطيكم قنبلة ولا ما تستاهل قنبلة. لا فك. ايوه تدري يا اخي نعطيهم قنبله وخلاص. والله العظيم ريح خلاص، حطهم هم السنة. انت تعال يا بلاغاس، انت كلب. طيب انت كلب موت. اقول لك موت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اوكي انشطر نصين والله. شوفوا راسك. طيب الان باقي المنطقة الخطيرة دي، هذا اخطر منطقة. ايوه اسمع الاصوات الان، الاصوات طالعة من الان. شوف الصلع هذاك، شوف القرع هذاك. الله السنايبر دي ما ادري ايش وضع امه، ما تكتب من برضه. ما اعطيه هيد شوت. والله شوفوا كيف عينه، شوفوا كيف يناظرني. ايش تبغى يا ليت نظرني كذا. ليه؟ ليت نظني كذا. طيب نجرب نسوي الخطة، ارمي فلاشة. لنا او سينيور. والله انا بخاطري ايش؟ خاطري اسوي الحركة هذيك، عرفتوا؟ خلنا نجربها. نجرب. ايوه كذا ترميها تركض. ايوه تفلش صبتك. ما قدرت تنزلها صح؟ ما قدرت يا مسكين، ما قدرت. خربت عليك صح؟ موت. اي موت خلاص. تعالوا كلكم، حياكم الله. تعالوا منا. تعالوا في الانتظار. لانهم لو نزل السلم بتصير حفله تحت. انا اعرف الموضوع، تصير حفله والله تحت. ربي تصير زحمه. شو يا هلا. ثم نورت. واحد ثاني جايب هنا. اوكي طيب انا يا الهي الا الله. رادلو كله بلاقا. طيب اتوقع الان وقت البلاقا. نزل بنتين. لا ما اقدر لان سلع الكلب ده. وهذا انا اوريك يا كلب. انا اوريك
موت موت. انفضخ راسه. اصبر لا تاكلني. افتح فمك افتح فمك الوسخ. افتح فمك الوسخ. نزل بنت مسكته. اكل 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 اكل. فك الله ياخذ وجهك يا كلب. وراي. اوكي 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 اوكي. عادي عادي عادي. مره مره عادي مره عادي مره عادي اصلا مره عادي. ايوه ارجع وراه. يوري يوري. ما تخلي حركاتك انت صح؟ ما تخلي حركاتك انت. يعشق يعشق. لا اله الا الله لا اله الا الله. نزل بنت يا كلب. ابدا طريق 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 طريق. السلام عليكم يا عيال. لا تمسكوا يا عيال. عيال عيب الحركات ذي. عيب الحركات ذي. عيب الحركات ذي. ابدا. اوكي فاجيك. اصبري طيب اصبري. او انا اديها الكلب. تعال تعال تعال. نزلها نزلها يا كلب. نزل الله ياخذ وجهك. وما اشوفك تقرب منها. ما اشوفك تقرب منها. اسمع يا كلب لا تناظرها حتى. قمي قمي. استر على الشلة ذيلا. استر عليهم. اوه سينيور اوه سينيور. اوكي ربي هناك شلة قبل شوي. لا 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 لا. نزل بنت على ركبتك. على الركبة على الركبة. انزل. ايوه انزل. تعال تعال. ما تفهم الكلام صح؟ الحمد لله. اما ذا وراي. يا عيال انتوا يا عيال انتوا كثير عيال. انتوا من وين تطلعوا؟ معكم رسبون منه ولا ايش؟ يا اخوي توكل انت الباب حقك على الله. توكل توكل على الله. هذا اللي كان ناقص. يلا انا احس اني بنوكل والله. انا عندي احساس. نزل 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 يا النجس. نزل بنت يا كلب. يبغى ياكل بس. ايوه باري. انقلع. اوه جت بخويه. جت بخويه المسكين. ما تبطل. ما يبطل. ما يخلي حركاته. سكين سكين. بموت يا اخي. تكفى 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 تكفى. الحمد لله تكفى. كفو. كان بيقتلني بعد ما قتلت كثير منه. ما بقى الا ما بقى الا شويه. والله ما بقى الا شوي صح؟ والله جايين. وين ذا الشوي اللي انا اتكلم عنه؟ جايين بالبيبان حقتهم. اوه سينيور. اوه يا سينيور. يا عيال انتم مرة كثير يا عيال. يا هو ابدا 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 ابدا. خلي الشغل بلصق علي. تعلم بس تعلم من الامور هذه. انا ربيهم. نزل بنت نزل بنت نزل. والله كثير والله كثير. انقلع انقلع انت بعد. ترى في سنة اقسم بالله تمارين اطالة للرجل. انشط يا ولد. ما يخلصوا ديلا. والله كثير اقسم بالله. كم قتلت انا؟ اوكي انا كم قتلت؟ باقي توافدوا. نزل نزل البنت يا لين ما تستحي. ايوه اعطي. الصلعة كيف ينظر فيها؟ شوف كيف ينظر فيها. شوف كيف ينظر فيها الكلب. انا اقول لك عاد تناظر البنت. شوف شوف شوف. بيروح يخطب. ايوه يخطب. بيري بيري. هذا اللي كان ناقص. ما يتحول. هذا اللي كان ناقص. ها افتح فمك. افتح فمك وسط.
نزل. انا خايف من الحيوان ذا. ها تعال يا صلاح. موت موت الله ياخذ وجهك. خلاص خلصنا كذا. والله كثير مكان ذا زحمه 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 وربي يا زحمه. اعوذ بالله. مواردي خلصت كلها. شوفوا شوفوا الهيل خلص الموارد. طفرت. اوه رابي ار بي جي هنا. اي والله روكت لانشر. روكت لانشر روكت لانشر رميها هنا. اوه هذه بخليها. هذه ما تستخدمها عند اي احد. ذي تخليها. راهي شيء غريب اقسم بالله. روكت لانشر راميها كذا. لا لا ما في مكان طلق الماغنم. والله مشكله كذا. اصبر اصبر. ولا لا في في اكيد في مكان. خلنا نعشق الاسلحه. تصير في مكاني. لقم اسلحتك يا مدير. ايوه الحين تقدر انك تلوت براحتك. حلو. حاط بس شو اسمه جاره صفرة. بس والله مكان الار بي جي ذي كان عجيب. والله عجيب. بس هو شكله ما حطها الا الا وفي بلا. في شيء في شيء قدام خطير. انا ادري شيء شيء خربان. ممكن انه جايب لك سته ابو مخالب نزلهم لك مره واحده. يلا تصرف. ما يعطيك شيء لا يطلع منك. يطلع من يحلله. ما في شيء كذا مجاني. لا لا ما عنده شيء مجاني. انا عندي احساس ان هذه تنفجر. ما ادري ليه. اوكي سوي فيها اني صايدة. طيب وش نسوي الان؟ بدأت الموارد تصير نوعا ما كثير. فلذلك ايش بنسوي مثلا؟ نصنع نصنع ولا نهيل؟ لا لا تدرون ايش؟ بودي السكين ستوريج. بوديها. واذا رحت هناك باخذها وبضبطها. خلاص كذا تقريبا. خلاص خلاص بس باقي هنا فلوس بتزدا. ايوه كذا خلاص عندنا ثلاث روس حلوين. خلونا نرجع عند التاجر نظبط الامور عنده. ايوه خلصت لك تحديات وخلصت لك كل شيء. كل شيء طيب خلصت لك. حلو جاتني فلوس. جاتني فلوس 25000. ايش بسوي الان؟ شوفوا بحفظ. حلو بحفظ حفظ جديد. ايوه باخذ الحين وبجرب. اذا كان يركب عليه الليزر بكمل فيه. اذا ما كان يركب بعيد السيف. انا الليزر الصراحه انا ما اعرف العب الا بالليزر. هيا عطني يا. طيب السؤال هو هل يركب عليه الليزر ولا لا؟ ما يركب. ما يركبش. ولا هو الدمجه؟ ترى دمجه افضل. شوفوا الباور حقه بدون تطوير 1.40. طيب هذا مع التطوير 1.90 يعني ممكن. وهو ماكس ماكس يعني هذاك لو فل ممكن يطلع 2.30 شيء زي كذا. فالفرد يعتبر افضل لكن للاسف ما في ليزر. ما في ليزر عشان كذا برجع السيف حقي القديم واكمل بالبنشر. ايوه بيع لي. لا لا اصبر ابغى بيع ذي. لا لا خلو 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 يسندني ذي. بيع لي ذي بس ب 2500. ايوه صح. خلينا نشوف التشارم اللي اعطاني اياها. اوه هذه تزود لي السرعه. سرعه الركض 8%. سرعه اللي هو الفقعه عرفتوا؟ فعشان كذا حطها يمين. حلو عندنا ثلاث تشارمات. كويسه كويسه. الحين رجع السكين. طيب ابغاك تضبط لي السكين. وبعد ايش بسوي؟ ال 23 ذي برفع السماكه اللي حقت حقت السكين تصير اقوى. اي ما ادري بس من اللي بخليها. نشوف ايش يطلع لنا. يمكن ناخذ تذكره او بعدين بيفتح لنا شيء جديد عنده في المقايضه. اوكي.
اوه الحين بنلعب بالمعفن اللي صدق باشي نسيت حتى مغيرها هو ولا مخليها زي ما كانت، هذا هو السؤال. ما فيها جيم بلاي حرفيا، كلها بس ازبن ودنق واركب، ما في شيء. في اشلي عاد كيف لو يخليك يسوي له سكيب تقدر تلعب كيف تسحب على لا والله انه ما في انك بتلعب فيها غصب. هذا يدق افتح الباب. ها دقيقة دي مو المفروض كان فيه زي ال زي الفانوس ازرق ناخذه ونمشي من هنا ويطيح الراس اللي هنا اوكي مغير والله مغير اوكي مغير مغير ايش اللي فرق زي السراب اوه اللغز ايش كان اللغز والله اني ناسي دي هو مغير بس السؤال ليه انه شايل النور ليش شايل هذاك في مكان قدام ما اقدر افتح الا بالفانوس وش ذاك اللي مغطى قدام ها ايوه اسمع الصوت زقزقز لا ما ابغى امشي من ارجع 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 هذا بيتحرك ذا مغطى مغطيه اوكي هو فاتح ايوه المفروض ان الفانوس يحطه انا بس هو فاتح الطريق طيب هذا منه فايدة اصلا ايوه ينزل الدرج يا سلام يعني هو من الاخير كي سحب على سالفة الفانوس كان ما هي بلازم تشيل فانوس ركب مدري ايش كلام فاضي والله ليت ان الشايلها بكبرها حق اشلي كان ريحنا ايوه قام سمعت صوت مفاصل الحديد اللي عنده الله اني سمعته والله هذا هو شوفوا وش اللي يلتو وش يسوي يلتو بالضبط سوق امها المفروض اني بالفانوس اعطي عرفت يلتو لكن ما عندي فانوس طيب مش مخبي هنا حلو طيب هذا موجود ولا راح هرب اسلم اسلم عاد امشي الغالي ايوه اوكي طيب اللغز ايش كان دقيقة خلينا نشوف اللغز ايوه هلا اني حليته الان فيه لها توقيتين اللي هو الساعة دي في بصعوبتين لو لعبت اللعبة الأصلية في الصعوبة العادية كلها توقيت أما في الصعوبة اللي هي النايت مير أوكي مو تأثر علي اللي هو الصعوبة على شيء يا أخي في أشياء غريبة قاعد أشوفها أنا وين طلعت الموية ذي ما كانت موجودة أول أيوة أقولكم أما ال أوه ذيلا اللي وراي بسرعة 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 طيب بسرعة ايوه اما بالصعوبه اللي هي اصعب شيء لما تختم اللعبه اللي هي بروفيشنال يكون الصعوبه مختلفه مو يكون حل اللغز مختلف طيب اللغز هذا مره ايزي مره ايزي يلا اوكي بسرعه بسرعه طيب انا ما عندي شيء يوقفهم يعني الوضع لازم يصير كريستيانو رونالدو سحب كذا بس من اليسار تسحيب يا مدير ايش النغمة تسحيب يا مدير ايوه اوه ظلام والله ظلام هنا ظلام مرة دامس ظلام دامس يا ساتر يقدر يدخل هنا بيقدر يدخل بسرعة 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 بيدخل يقدر يدخل ما في شيء يعيقهم يمسكهم صح؟ بسرعة بالله تكفى بسرعة ايوه ايش داخل الصندوق ذا؟ شيله 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 حط رجلك شوفوا يقدر يدخلوا ما في شيء يمسككم زي اول ها
ولا هم ناشبين هنا والله. ناشبين هنا وشو شو 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 رجولهم كيف؟ شو ركبهم كيف؟ فيها شيء احمر صح؟ انتوا تشوفوا؟ بعد البلاقة حقتهم اللي هنا شوفوا كيف شكل فضي لونها. دي لا بلاقة بلاقة؟ بلاقة متطورة دي. اوكي. ايوه هذا هو الشعار. سلازار. عائلة سلازار. طيب. امشي امشي امشي. بس ما اجيب الكام ايه. اوكي تو النور يشتغل. تو النور يشتغل. يعني كان مقلتش قبل شوي الحركة ولا ايش؟ الكرة في امر يسحب ويعدي ويدق الجرس ويفقع. يا سلام يا سلام احلى هروب احلى هروب. عاد في واحد هنا خطير مرة شوفوا هذاك اللي بينزل من الدرج هذا ايش تسوي فيه؟ شوفوا كيف الحركة ذي تجيك من يسار تروحي اقصى اليمين طيب نفس الخطة نفس الخطة بس شكل قبل شوي الأداء كان مختلف أيوه شوفوا كيف تمشي بس الوزنية خانتني شوي أوكي تمشي أنا طيب الحين وين نروح؟ مع الأسانسير صح الأسانسير 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 كيف حالكم يا شباب؟ الأسانسير ولا ما يحتاج الأسانسير؟ حتى نروح مع الباب ده أيوه مع الباب ده صح 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 تذكرت مع الباب ذا في صورة سول شيء خلونا نفك اللي هنا ايوه يا سلام طيب باقي شيء ولا خلاص؟ اي خلاص ما نحتاج الاشياء ذي بنجي مكان ذا بليون وننظفه تنظيف محترم ليون ليون اشلي ار يو اورايت في شوف كيف الإنارة غبية تصير إنارة قوية صح؟ عشان الكام من بعد ورا تصير إنارة كذا تفقع العين اوه الآن تدري ايش المنطقة ذي؟ هذه المنطقة الغثيثة توكل على الله المنطقة الغثيثة حقت وات ذا فوك انا في لحظة كذا في لحظة شفت الباب مسكر قلت ليش مسكر الباب في دماغي عرفته في راسي كذا في لحظة بس ما مدى اخلص التفكير في اللحظة دي في الثانية جزء من الثانية اسمع ذا من فوق يا اخي حاشرني انا والحيوان ذا في القفص يبغى يرجع نظام الكلاسيك يبغى يرجع نظام الكلاسيك طيب لا ترفع صوتك لا تنفخ تنفخ خليك يا ابن الحلال عطني مقفاك شوي طيب ايوه خليك الله نجعلها كسر ان شاء الله الله نجعلها كسر انا ابغى اضمن الطلقه ما عندي طلقتين المشكله الولد عنده هيجان حاليا عرفت كيف طيب انا اوريك ايوه كذا قصني نصين والله قصني شطرني نصين اوكي ايوه امشي على قدام السلام عليكم امشي على قدام يا انت تسمع صوتي انت تسمع صوتي انا اتكلم انا ولا ايش تسمع صوتي في المايك انت وش دريك اني هنا يا ابن اقوم اعطيه بعد واحده وش ايوه مات بس ليش ما تادلو مستر كروسبو مستر كروسبو طلعوا والله بس مستر كروسبو يا صلعة ما في طيب ما تجيك انت هاي فريم يو ما تادلو انقلعوا
الحركات دي، الحركات دي عيب. ايوه والله الحيوان ذا، الحيوان ذا الخسيس يفاجئني والله، والله انه يفاجئني، كل ماله يفاجئني. ايوه حلو، هذه الموارد حقت اشلي، كل ماله يزيد يفاجئني. هذه نفس نظام الكلاسيك. اوه تدري هذه ايش حقتها؟ حق النايت اللي تحت، النايت المفترس اللي عيونه حمراء، النايت الذهبي المفترس. طيب خلينا ناخذ النايت وناخذ التحدي حق الفار، هذا اخر فار. تعال 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 يا جر، تعال هنا وسخ. ايوه طيب خلونا ننزل تحت، خلونا ننزل تحت. وصار ايرو، نعم صار ايرو زي ما انتم شايفين. اوكي شوفوا من الاعداء، اعداء من هنا لازم يبغوني اقتل ابو مخالب ثاني مره. وفي شيء شفته، اسمعوا اسمعوا في صوت نفس لما نسوي ستارت. تسمعوا انا خرجت قبل شوي، وقفت انا كذا اسمع صوت نفس طالع يميني يساري. بسم الله ايش الصوت؟ طلعنا من اللعبه حركه مسويه عشان يخليك تقمط زياده. انزل 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 يا كلب هنا، انزل انزل، انا سنك انا سنك اليوم عليك. ايوه شوف هذا الشيء، لا 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 تهبد، ليه ليه معصب، ليه معصب يا بابا؟ ماني مخليك كذا. ايوه تعال هنا يا سلام. المشكلة من الحيوان ذا، ايوه بس خليك كذا. خذ هذا بعد، مع العين وش يوقفه. لا 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 اصبر 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 اصبر، خليني اعطيك الشيء ذا. قبل شوي طلعت من ضربتين، لا اله الا الله انا طولت هذه المره، مره طولت معه. موت يا اخوي موت، والله قتلوني والله قتلوني، طولتها معه قبل شوي فات من ضربتين واعطيتها ضربه ثالثه فرد. خليني ادنك كذا، غزه فيها عطى سكين. القم، ضيعت الطلقه الاولى صح؟ ما ضيعتها. اي اي بس بس خليك كذا يا اخي، ضيع الطلقه ايمك زباله يا ابراهيم، غزها بي. اعطاني ايرور، يا الله يا الايرور، يا الله يا الايرور، يا الله يا الايرور، خلاص خلاص. ايوه خليك كذا بس، اوكي ما ابغى اضيع الطلقة، والله ما ابغى اضيع الطلقة، اقسم بالله ما غير اصطلخني. اوكي صار ايرور، صار ايرور، صار ايرور ثاني مرة، ايرور ثاني مرة. يعني ايش يعني ما اقدر اكمل اليوم؟ ما اقدر اكمل اصور حلقة؟ ها؟ الو صاحب المود؟ عساس عشتك بس. الله يسعدك يا شيخ، اخبارك ساك طيب؟ ايش رايك تشوف لي حل لمشكله اللي تجيني؟ ارحمني يا رجل، داخل على الله ثمن عليك ترحمني. كل شوي جاني ايرور، ما قدرت اصور حلقه ولا قدرت اسوي شيء. هي بالله تكفى، شيل الفيروس اللي من جهازي، طلع من ارسل ذا وشيل الفيروس يا رجل، خلني العب واختم زي الناس. خلاص اكيد يعني حبيبي انت، الله يسعدك ان شاء الله. يلا يلا خلاص ابشركم، كلمنا صاحب الموت وان شاء الله ان الامور طيبه، قال يعني خلاص العب ما عليك، ما عاد راح يصير لك ايرور. الحيوان ذا ايش بنسوي ضده؟ انا بعطيه ضربتين نفس قبل شوي، بعطيه ضربتين كلها بظهره، كلها بظهره. ايوه عطني بعد اقلب شويه، خليك 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 ثابت. ايوه انا خليت يعصب زيادة والله، والله خليت يعصب مرة زيادة، انا خليته يعصب. عطني شوف السكين، خليك كذا غز فيه السكين، ما بيموت طبعا، كأنه صار اقوى من اول ما عدت. الله ينجعلها الكسر ان شاء الله، ما يقطعني نصين، ما يقطعني نصين، وشكله بيصير لي ايرور صح؟ بيصير لي ايرور، تكفى
تكفى يا اخي خلاص طفشت ايرور، خلاص طفشت، ما كلمتك قبل شوي قلت لا لا تسوي لنا ايرور. كل شوي طف اللعبه وشغل، شغل برنامج التصوير، سكر برنامج التصوير، سكر لعبه، شغل لعبه. المشكله انا مدرع، المشكله انا مدرع. باي باي قطعني، باي قطعني، نعم شكله بيقطعني. بيري بيري، ايوه خليك كذا، خليك كذا، موت موت يا لعين موت. قبل شوي قتلتك بسرعه، الله ياخذكم يا كلاب. ايش في المكان الحين؟ بيصير ايرور ثاني مره، بيصير ايرور صح؟ الحمد لله ما صار ايرور، الحمد لله ما صار ايرور. طب مالي مالي، عادي عادي، مره عادي، مره عادي، مره عادي، مره عادي، انك تني الحيوان ذا. تعال تعال، انا منجر طنش، قبل شوي قتلته بضربتين ماجنوم وطلقه فرد، الحين اطعنه وطلق ماجنوم ما يموت، ما يموت. ويقولوا انه ما يعرف مكانك، سبح ما يشوف، يسمع بس. شوف شوف شوف، اروح يمين بيروح يلتفت يناظر يمين. ها شوف شوف، بروح يمين الحين، شوف شوف بيناظرنا يشوف. اما اسمعني، ما عشان قمت يعني سمعت صوت مفاصل عظام ليون. ايوه ايوه، بعد خذي، بعد خذي، موت الله ياخذك يا خسيس. طيب يا اخي بايلخ الاخوه، المشكله بابا. شوف هذاك الكلب الصلعية، ايوه خليك كذا، خلني اعطيك بالسكين، ايوه اكسرها عادي عادي مره اكسر. طيب احترمني، طيب طيب موت يا اخي، ما يموت ما يموت، ضيق المكان. تدري ايش الخطه؟ بس رصاص ماجنوم، الله العظيم ما لها الا كذا. خمس طلقات بعد اعطاني. ها تعال تعال يا ابن الكلب، ما تبغى تموت، ما تبغى تموت صح؟ انا عندي اللي سنك الحين، انا عندي اللي سنك يا كلب. ايوه بس خليك كذا، خليك كذا، خليك كذا، خليك موت 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 موت. اعطني شوي البهره كذي، ايوه ايوه، خليك خليك ثابت، خليك ثابت لحظات، خليك ثابت، موت يا كلب. افتح الباب، افتح الباب على صلعات الكلب. اوكي ضيعت الطلقه، واضح اني تحمست مره. هي هي هي، ما ابغى ذا، اصبر انا كسيل، بس عادي عادي، انا قصدي شدقا بس. يلا استقبلنا الكلب، انقلع انقلع يا كلب، صار الايم زباله. ماذا بتموت يعني؟ اقسم بالله العظيم الايرور ذا يطلعك من طورك، يطلعك من طورك. كل شوي يصير ايرور، تبدا لعنه الايرور تصير فيك. شوفوا ايش بسوي الان، روح اسيف، ايوه خذ الشيء ذا، ارجع سيف على طول بدون لا تفكر. ما ابغى اجي الحيوان ذا ثاني مره. ايوه الحين سيفت خلاص، ان شاء الله ان الامور حلوه. احنا وين وقفنا اصلا؟ صار لي ساعة، تخيلوا صار لي ساعة وانا اسجل الحلقة ما غير يصير لي ايرور، واشغل برنامج التصوير وطفي برنامج التصوير، شغل لعبة طفي لعبة، والله على الحال ذا. ايوه اخر مكان وقفنا عند الكلب ذا، هنا صار ايرور. طرننن، نبغى شنو قلنا؟ نبغى نواجه النايت، النايت المفترس. عبد الله يستر من النايت، والله والله النايت تلقى حاط مع احد، حاط معاه ورعان ولا شيء، ما ادري ما ادري ايش حاط، بلاوي بلاوي عنده، عنده بلاوي صاحب الموت. ايوه حاط معاه اثنين من الجنود، من جنود المخلصين. طيب يلا نتحرك. ايوه اول شيء اوكي كلكم بلاك. الله يا الهجمه ذي، ايش الهجمه ذي السريعه؟ الهجمه خطافيه الولد كذا. انا بس ابغى استهدفهم. ايوه طيح انت، انت اخبارك الغالي. اوكي هذه هذا لشط لشطه بالريوس. نوب، اعطيني هاي الفريم حقتي، ما تبغى تطيح يا الغالي. ها طيح طيح طيح، شكلها عنيد. ايوه طيب باقي البيج بوس حقكم ده، هذا البيج بوس بيكون متعب نوعا ما، ندري بيكون متعب. اوكي
ايه يا اخوي يا سكران. اه خلص. ممكن اطيح. وربي ما يبغى يطيح. يترنح بس انه ما يطيح. يا ساتر يا ريت. طيب يا الغالي ما تبغى تطيح انت ولا شيء؟ طيح طيب. بلاك بلاك. يا اخي يا اخي طيح. اموت اموت. بندس انا بندس انا بندس انا بندس انا بندس انا بندس صح؟ ايوه طح خلاص طح. يلا 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 موت 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 انت موت موت, موت يا العين. وين الثالث؟ نكتر الثالث. نعم جواهر بس. اوه استر علي الاغراض دي. والله زبطني دلعني. كسرة القارورة ذي فيها كمية موارد كويسة. اي لا 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 امور امور. القوارير هذه مباركة فيها بركة. هذه قوارير مباركة. يا سلام. المفروض الحين خلصنا من المكان ذا. الان منطقة الحشرات الوسخة. والله ذا المكان فيه لوت جيد. طيب في اعداء هنا بعد صح؟ هل هنالك اعداء؟ بالطبع هنالك اعداء. طيب هذاك بما انه نايم ولا مضيع الديب خلنا نجي من ورا غدره تغدره. برين برين. ايوه ارفع راسك. الله عليك صوت صرصور يطلع منه. السلام عليكم السلام عليكم. ايوه ايوه انت ورا اخويك بالله. ودي الملاعب. شوف السنايبر تفك ازمه بس طلقه في البلاقة. طلقه في البلاقة خلاص تنهي مستقبله. ايوه الحين وش حاط هنا صح؟ نفسه كان هنا الرشاش. اتوقع الرشاش. ها؟ اوه هاولي مولي. حاط الكيلر 7. حاط لي كيلر 7. السلاح الجبار الاسطوري. بنعتمد الكيلر. كيلر 7. افضل من الماجرم العادي. عاد لما نتطوره يصير شيء يعني سلاح اسطوري يعني ما يحتاج. الحين منطقة الحشرات صح؟ منطقة وسخة وسخة وقذرة. حلو هذه نبيعها للتاجر. الحين لازم نزور التاجر قبل لا نروح منطقة الحشرات ونشوف وش عندنا مفاجآت فيها. اكيد انه ملغمها وحاط اشياء غريبة. صار لي رو. انا ليتني مسيف انا ليتني مسيف. في سيف يميني تحت. انا لو دريت كان سيفت. انا لو عرفت والله اني كان سيفت. منين بعيدني بس هذا السؤال؟ منين بعيدني؟ عادني من لازم اني اقتل النايت ثاني مرة. النايت الاثنين مو من تحت. ما علي عادي عادي. ولا يعيدني من تحت. ولا يعيدني من عند النايت. النايت الذهبي الوسخ. انا قبل شوي صار يرد. صوته في اذني اللي يرد. ايوه الحين ايش بنسوي؟ بنزور التاجر نسلم عليه نبيع الشغلات اللي معنا. اي بالله خلصت لك خلصت لك تحديات من زينة. ايوه اعطانا المخطوطة حقت القنابل ثقيلة. طيب دقيقة اول شيء ابغى ابيع لك. ايوه خذ الاشياء ذي. حلو بعد بعطيه اللي هو هذا. بس قبل تدرون ايش؟ خلني بحفظ. سبحان الله ايرور ولا شيء. بحفظ ارتاح بس. باخذ الكنز اللي هنا وبروح لمنطقة البداية. فيها هناك صندوق. ايوه حلو. خلنا نشوف وش اللي في الصندوق اللي في البداية.
وش اساح حاط هناك؟ كنا حاط ار بي جي ولا قوية ذي ها؟ اعطيك واحدة وخلاص احمد ربك. اكيد انها حاطة حد هنا صح؟ اي نفس الشلة، بس انا ابغى اقتل الحيوان اللي ورا لو اقدر. اقدر اخلص منه بسرعة. ارجع اوكي. وين ترجع؟ ارقلع. اوه كان بياكلني، كان بيلتهمني. افتح فمك، افتح فمك النجس، افتح فمك يا كلب. تعال هنا التفت. اوكي تدري انا ما ابغى الحيوان ذاك اللي هناك. مات صح، بس خلاص افتح فمك، افتح فمك. اقرب له، اقرب له. اول كل ما تطبخت روشهم، والله كل ما تطبخت روشهم. حاطين الاي فريم حقتي. ايوه اعوذ بالله، انا حفلة روس اكلة. شو السالفة يا شباب؟ ما عندي فلاشة والله. فلاشة بتحل الموضوع صح؟ والله فلاشة بتقوم بالواجب. ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ ايش انت تبغى؟ ايش تبغى؟ ايش اللي انت تبغاه يا عرق؟ افتح بوقك، افتح بوقك، افتح الباب. يلا وش مع الحيوان ذا؟ اوكي ايوه هنا وش حاط؟ تمثال صح؟ هذا تمثال. يب حاط تمثال. خلاص كذا. اوه باقي المفتاح اللي هنا، نسيت من انا خليت المفتاح معاي. مفتاح ايوه، بس باقي في درج قدام هناك ورا. باقي في درج اللي عند المدفع. بنجيب المفتاح اكيد من قدام. عليكم ما نسيته، ما نسيته. بس جاني فضول، طيب ايش بسوي؟ ابغى اشوف في اعداء هنا في المنطقة ذي. المنطقة ذي رهيبة، والله رهيبة. اي والله في اعداء، شوف ارجعها. وليه رجع الاعداء هنا طيب؟ ليه رجعها؟ معقولة في شيء يعني؟ في شيء ولا هو بس كذا مرميهم عشوائي الوضع؟ جاني فضول. كنا حاط مكان جديد هنا. اوكي والله بيقتلوك والله يا حمار، والله بيقتلوك. هيا هيا تعال تعال تعال. يا هلا 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 يا هلا. ما في شيء جديد تحت. خلنا نطلع. هلا والله بالصلاة. جايكم 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 يا السلك. ايوه تعالوا خلنا نتفاهم بقى. هتحارش يا ريت هتحارش. هات لوتكم. اوه اوف يا ايم، اوف يا ايم الكلب ده. خلاص انا عندك، انا عندك. بجيك بجيك انت لا تخاف. انا قلت ممكن يخلينا يحط لنا سلم ولا شيء، نفس النظام اللي في القرية لما نحط سلم نقدر نطلع فوق. ممكن حاط سلم في المكان حق عاشي تطلع فيه عاشي. يا اخوي موت موت خلاص. والله ما في لا سلم ولا غيره، ما في اي شيء. بس المنطقة، المنطقة دي تغيير ربي كان مرة رهيب، مرة كان رهيب. مرة واحدة بعد نمر. اوكي حط الاعداء هناك. اي والله انه حاط هناك. ليه طيب يرمي اعداء كذا؟ يعني في شيء معقول؟
في شيء؟ تعال 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 هنا يا السمكة. هيا بستخدمها. طيب باقي في شيء؟ باقي في السمكة هنا كبيرة مرة. هات 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 وين وش نحطها مكانه؟ طيب الان ايش بسوي؟ بودي بودي شو اسمه؟ الماجنوم. هذا الماجنوم حاليا بستغني عنه، بس في طلقتين بستخدمها. ما عليكم الطلقتين. ايوه كذا الامور طيبة صح؟ بعد في سمكة هنا، هات هات. لا لا احتاج السمك والله، والله انا محتاج سمك الصراحة. شنو ودي؟ ما عاد في شيء تقدر تودي. بنصنع. حلو؟ بنصنع طلق سنايبر. منعشق السنايبر. طيب تقدر تجي وما تجي؟ صار كله اسلحة وسمك. بودي السكين. بودي السكين. باخذها من عند التاج لما نجي. بس في شله قدام، ابغى اشوف وش وضع الشله ذيلا. ايش حاط عندهم؟ شوفوا. ايوه وين رايح؟ انت وين رايح؟ يعني في شيء جديد هنا؟ سيريبرو 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 اقرادلو. انا كنت ابغى الحق ابغى اشوف وين رايح. اول ما شافني جيت مشى كانه يقول تعال الحقني. فكرت في شيء ممكن حاطه جديد في اللعبه سويها، وهو سواها اول سلم مكان جديد. ايوه طيب خلنا اول شيء نحفظ، ابغى ارتاح بس. حلو بعد ما احفظ نرجع عندهم. طيب شيل الاشياء ذي. ايوه والحين بدمج جوار على الاشياء ذي. تعال شيل الشيئين ذي بكم؟ 79,000. حلو حلو. والماجنوم 78. والله ان الماجنوم خاطر ابيع، بس باقي في طلقتين. ايش رايك ابيعه بس يا رجل؟ بيع 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 في طلقتين ذي، انا خاطر استخدمها لك ما ولا يا رجل بيع طلقتين. بنلقى طلق. طيب ايوه الحين ايش بسوي؟ اول شيء بسوي بطور الكير 7. والله تطوير تجامد ب 40,000. لا لا تدري ايش؟ الكير 7 خليه، هو قوي خلقه. خلقه من عنده له هو قوي. فعشان كذا ايش بسوي؟ بطور الرشاش. مكسه. بطور السنايبر. من 60. خلاص الحين كل الاسلحه الباور حقها فل. بس باقي الكير 7 خليه الكير 7. نهدي عليه شوي ال زين الدرع ولا زين الدرع يستاهل الدرع. اوكي بس باقي السكين. السكين يا ذكي السكين. لا ضرورية السكين، مشكلة ما لها مساحة السكين. تدرون ايش؟ بننزل ال بننزل الريد ناين. الريد ناين بننزل الكير 7. حطه هنا وشيل حقك السكين. اذا احتجت الكير 7 خذيته. اول ما تجيني مساحة باخذه. عرفتوا؟ مكانها قريب التاجر عادي، لو واجهنا شيء قدام رجلنا للتاجر وخذنا السلاح. الامور سهله. اه ما معي فلوس؟ لا تكفى تكفى يا رجل. سكين ذي لازم اني لازم والله لازم. كم 3000؟ يعني 6000 ثنتين وكم يبغى مني؟ ابيع حاله كذا، سعرها مخيس كذا لكن محتاج. يا عمي بيع. باقي باقي يبغى 23. بيع له حبه واحده 4000. ايوه احنا نقدر نصنع. انا وات انا ليه مفهي كذا يا ساتر؟ معليش يا الربع معليش، انا الحين صار ايرور في في فيني انا مخي. فكرت ان 23 حقت اضبط السكين طلع حق التطوير. عادي عادي اصلا عادي اصلا باقي ما انكسرت السكين. شوفوا لو ملاحظين باقي فيها التفله بس ما هي مبينه، باقي مره فيها فيها شويه. ما شوفوا تحت باقي عندي السكين. ما العواف الان هذه المنطقة الخسيسة، منطقة الحشرات. الحشرات اوكي. اوكي هبش. موت موت موت. ايوه باقي فينا حشرات. اوكي اوكي فخ فخ الخبيث.
الخبيث حاط فخ هنا. كم حشرة؟ ثلاث أربع حشرات والله، حاط لي أربع حشرات. أوكي موت موت موت. أيوه موت. طيب وش الحل؟ بدأت مساحات تفل عندنا والله، بدأت مساحات تفل. بستخدم سمكة لأن النبتة أفضل من السمكة، نبتة ذي أثمج عليها. وسخ والله إنه وسخ، ورب إنه وسخ. أول ما تفتح الباب قدام وجهك تيت تيت تيت. أيوة ويريم ويريم ويريم. وين الصوت ذي؟ طيب وين كل الأصوات ذي؟ خشوا فوق وفي نايت وفي تحت، اسمع أصواتهم. شوف هناك في نايت واحد، وهذاك الكلب ينزل من الدرج، وفي الرجال الغالي تحت، وفيها حشرات بعد. بتكون المنطقة ذي لعنة لعنة في المود نايت مير، في المود ذا أنا أدري. تعال. أيوة على الركب على الركب على الركب. انقل أنت وياه. أيوة الحين وقت الحشرات. طيب التفت المن، يعني الحشرات والمن، المن التفت بالضبط. لا إله إلا الله، ما كان ما كان الوضع هنا صار خراب يعني. نايت وحشرات ما خلى شيء، ما خلى شيء لو جابه هنا، وربي ما خلى شيء لو حطه هنا. شوفوا نايت حشرات. اتشقلبت اتشقلبت يا كلب، تدري انحش انحش من البكاء. ايش رايكم؟ صار يوب. ايش رايكم بالله؟ قرف صح؟ انا ادري انها قرف. انتوا قرفتوا وما لكم باللي يلعب اللعبه. تعال تعال اطلع اطلع. كلكم 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 تعالوا. حشرات مخلوقات كله يجي. ايوه اعطيني الاي فريم حقتي. اوكي طيب يا حشره يا حشره يا لعينها، ما اطلق. انقلع. اسمع صوت الكرفسه حقت العظام بس. على ركبك على ركبك يا كلب. غزه غزه سمعني. اوه اوه منين طلع ذا الكلب؟ جاي من تحت. يركض يركض. لا 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 لا، عيب عيب الحركات دي، عيب عيب الحركات دي. لا اله الا الله، انا بقتل الحشره دي. ايوه بس خلاص، من وراي من وراي بعد. ايوه يا عيال يا عيال، هنا مره كثير يا عيال. اصبر اصبر، لازم تدخل سريع. قنبله هنا لازم. مره انا الوضع مجري. شط ايوه. صار ايرور صار ايرور يا اخي. ايش القرف هذا؟ وانا دقيت على راعي الموت، كلمته قلنا له خلاص يلا يلا تعال تعال يا قرب له. تعال تعال فوق تعال فوق. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. اسمع صوت تكس العظام، وربي انه يضرب يا الربع. صوت تكسير العظام. اح اح تف تف تف. انا ايوه انقل 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 انقل. اخبز تخبيز هنا، تخبيز تخبيز. اي بس بس انقل هنا. يبغى يمسكني الحيوان. خلونا نطلع برا بدون ايرور. بدون ايرور يا اخي بدون ايرور. اي الربع انا الى هناك كفاية. الباب هذا ملعون، الباب هذا فيه لعن. كل ما اطلع مع الباب ذا طرررن. فعشان كذا راح نوقف هنا ونكمل الحلقة الجاية ان شاء الله. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وكل شيء. مع السلامة.